أبرز ما جاء في اجتماع النهاردة أنه الأندية كلها متفقة على عودة الجماهير وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بقوة يعني لعودة الجماهير، وكل واحد أدلى بدلوه. وطبعا كابتن محمود الخطيب كان له دور كبير جدا في أنه عامل ودارس الموضوع كويس قوي وحط ورقة عمل متكاملة احنا كلنا متفقين معاه فيها. وفي نفس الوقت كان في بعض الآراء لنادي الزمالك والاتحاد السكندري والمصري، مصر المقاصة، كلها آراء بتصب في عودة الجماهير وبقوة، لأن الحمد لله دلوقتي أصبح مصر آمنة وبالقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأصبحنا قوة كبيرة لا نخاف من حد. وبإذن الله الجماهير كلها تبقى عندها توعية ووعي إنه اللي هيغلط هيتحاسب. عودة الجماهير تدريجيا اعتبارا من الماتشات اللي جاية دي طبقا لتعليمات الأمن، على إنه إن شاء الله في 1/9 هتعود الجماهير كاملة بالنسبة لجماهير الأندية، مع الوضع في الاعتبار قاعدة البيانات ووضع الآليات اللي تحافظ على دخول الجماهير وعدم رجعتهم مرة أخرى.